اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إضافة اختصار للوحة الشاشة الرئيسية على تطبيق كنترولر. نقوم بالضغط على تطبيق كنترولر، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على العام، بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على إضافة اختصار لوحة الاتصال إلى الشاشة الرئيسية، بعدها سوف نقوم بالضغط على إضافة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.